السلام عليكم طلاب، إن شاء الله طلاب اليوم راح نبدي محاضرة السيتوكينز. راح نجي نفتهم شنو هو السيتوكين، تكلمنا عنها شوية، عرفنا يعني بالمحاضرات اللي قبلها طرقنا لهيك شي اسم، فاليوم راح نجي نعرف بالضبط هو شنو هاي السيتوكين وشنو وظيفة كل سيتوكين. السيتوكين طلاب هي عبارة عن شو نقول عن إشارة بين خلية وخلية، يعني خلية حتى تتكلم ويا الخلية لازم تنطيها إشارة، فشو تنزلها؟ تنزلها هذا السيتوكين. هذا السيتوكين هو عبارة عن بروتينات، هاي بروتينات هي مثل ما نعرف بتعبر الليبيد باي لايرز مال سيل، فشنو عندها ريسبتر خاص بكل سيل عن طريقه يصير كوميونيكيشن بين سيل وسيل. اوكي، فتقولها مثلا انه خليه مثلا فرزت هذا السيتوكين يروح يشتغل على الريسبتر الموجود بخليه اخرى، فينطيها اشاره هي تعرف انه هذا السيتوكين من ينطيها هاي الاشاره راح تسوي هذا العمل الفلاني، فهاي الخلية وصلتها الإشارة راح تنطي وظيفة لأخ، مثلا تفرز أنواع من المدييتر أخرى تفيد بالإنفلاميشن وهكذا، فهي مثل التواصل، إشارات تواصل بين الخلايا من يصير عملية إنفلاميشن. زين، فهاي الكاركترستيك مالتهم بصورة عامة هي ميدييت أند ريجوليت ذا إميون سيستم، يعني وظيفتها حتى شنو؟ إحنا قلنا إنه خلية تصيح خلية بهاي الطريقة، إنه يتواصلن الإميون سيل بهاي الطريقة، فلذلك هي تفيدني تسوي لي يعني ريجوليشن الإميون سيستم. أوكي، حتى مثلا يعني اذا اجى مثلا مايكرو اورجانزم هاي الخليه تريد تنادي الخلايا يعني الاخرى، فش تسوي؟ تنزلهم هاي الاشارات السيتوكينز، فراح يفتهمون هاي الخلايا انه اكو عندي انفلاميشن وتبدي عمليه يعني اميون سيستم يبدي يشتغل على هالاساس، فهي تفيدني انه تسوي لي ريجوليشن. زين، هاي اول خاصيه الثانيه إنه secretion is brief and self limited، يعني ما يبقى السيتوكين هو فترة طويلة بالدم، لا إنما يكون تشي سريع، أوكي، ويعني self limited، فيعني ما راح يبقى هواي وما راح يأكتف هواي سيل، لأنه مجرد على الخلايا الموجودة يمه، أوكي، هو يكون كلش سريع ويختفي بسرعة. زين، individual cytokines are produced by multiple cell types، فيعني يقول لكم عندنا أنواع كلش هواي من السيتوكينز وأنواع مختلفة من السيال، تفرز كل خلية تفرز أنواع معينة، أوكي، أدون وظيفة معينة. act on multiple cell types يسموها pleiotropic العفو pleiotropism. شو يعني هاي pleiotropic or pleiotropism؟ يعني one type of cytokine may act on several different cell types، يعني ممكن واحد من السيتوكينز نوع معين بروتين معين فرزة خلية يشتغل على أنواع معينة من السيلز، أوكي، يروح يكتف سيلات متنوعة، يعني ممكن التي هيلبار، ممكن البي، ممكن الماس سيل وهكذا، وكل واحدة من هالخلايا راح تنطيني أشياء حسب السيجنال توصلها تنطيني أكشن مختلف، أوكي. فهاي أول شيء جنرال كاركترستيك مالتهم، أوكي، يعني إنه هو وظيفته أول شيء إنه هو يسوي لي ريجوليشن الإميون سيستم، أوكي، لأن هي إشارات قلنا بين الخلايا، والسكريشن مالته يكون فتشي بريف وسيلف ليميتد، يعني فشي ما يطول هواي بالدم بسرعة، يعني ينتهي مفعوله، وممكن قلنا يسوي اكتيفيشن والعفو الانديفيدوال سيتوكين ار برودوس باي مالتيبل سيل تايبس، يعني والسيتوكينز احنا نعرف مو يعني خاص بخليه واحده، لا، خلايا كل الخلايا تفرز، ممكن انواع معينه من الخلايا تفرز انواع معينه من السيتوكينز، وقلنا يشتغل على ممكن سيتوكين واحد يقدر يشتغل على اكثر من خليه، هاي الصفات مالتهم ان جنرال. زين، هاي بليوتروبيا قلنا عليها بليوتروبيزم، انه واحد من السيتوكينز مثلا هسه عندكم هنا اكتيفيتد مثلا تي هيلبر سيل صار لها اكتيفيشن، اوكي، فايش راح يصير؟ راح تفرز من صار لها اكتيفيشن، يعني اكتيفيشن باي وات؟ باي انه صار عندي مثلا مايكرو اورجانزم فاكتيفت هالسيل، فالمهم هي تحفزت، صار عندي فد دخل مايكرو اورجانزم غريب، فايش راح تبدي تسوي؟ راح تبدي هي من صار لها اكتيفيشن تفرز سيتوكينز حتى تنادي الخلايا الاخرى، اوكي، ساعتها تقضي على مايكرو اورجانزم او على هذا الفورن بادي. فشنو هنا تفرز سيتوكين معين لايك مثلا هسه اكتيفيتد تي هيلبر سيل عندها معروفه انه تفرز انترليوكين 4، من يصير لها اكتيفيشن تفرز هذا الانترليوكين يسموه انترليوكين 4 بروتين، فهذا البروتين شو يسوي؟ يروح يدور على السيل الخلايا اللي عندها ريسبتر خاص به، فيلقى وين موجوده على البي سيل، يلقاها موجوده على الثايموسايت وعلى الماس سيل، اوكي، فمن راح مثلا ارتبط على الريسبتر الموجود بالبي سي ال راح يسوي لها؟ راح يسوي لها اكتيفيشن، يحفزها ويسوي لها بروليفريشن، يخليها تتكاثر، ديفرنشيشن للبلازما سيل حتى بعدين تنطيني انتي بودي، وهسه راح ناخذ البي سي ال ان شاء الله. زين، يروح على الثايموسايت، شو يسوي لها؟ يسوي لها بروليفريشن،
يخليها تتكاثر، يروح بعدين على الماس سيل ايضا يخليها تتكاثر، وهكذا. هاي كلها تفيدني، حتى تفيدني اتخلص من هذا المايكرو اورجانزم الدخل، فاني احتاج انه هاي تجي تساعدني ايضا. من وصل لهم الاشاره؟ وصل لهم الاشاره انترليوكين ينفرز عن طريق اكتيفيتد تي هيلبر سيل. هاي يعني كمثال، مثال انه شلون يشتغل الانترليوكين على السيل وشلون يصير يعني تتمحور الوظيفه مالته. زين، الجنرال كاركترستيك هسه راح نجي ندرس واحده واحده، نجي نعرف يعني خصائص خاصه بالسيتوكينات. اول شيء الاكشن ار ريدندنت. شنو ريدندنت؟ ريدندنسي يعني هي ديفرنت سيتوكين مي هاف ذا سيم افكت، يعني انه انا ممكن عندي سيتوكين مثلا 2 4 5 كلهم من يروحون يشتغلون على البي سي ال راح يؤدوا لي نفس الوظيفه. اوكي، يعني سواء انا 2 سواء 4 سواء 5 اذا سوى لي اكتيفيشن للبي سي ال كلهم راح يروحون الافكت مالته يسوي لها بروليفريشن ذا سيم افكت. فهاي يسموها الخاصيه مالته ريدندنسي. هاي اول صفه خاصه يعني جنرال كاركترستيك مالته. زين، فهذا مثال منطقكم انه اذا هيلبر تي اكتيفيتد تي هيلبر سي ال صار لها اكتيفيشن راح تفرز لي سيتوكينات ال 2 وال 4 وال 5. هاي ال 2 وال 4 وال 5 تروح تشتغل وين؟ على البي سي ال. فايش راح تؤدي كلهم بالنتيجه؟ يؤدوا لي الى وظيفه واحده هي البروليفريشن مال البي سي ال. زين، عندنا هنا الافكت سينثيسيس اند اكشن اوف اذر سيتوكينز. عندنا شيء اسمه له خاصيه له اسمها سينرجي والانتاغونيزم. السينرجي شنو يعني؟ واخذيها انتو تعرفون شنو معناها، شيء قوي شيء يعني two or more different cytokine may have the greater than additive effect، يعني واحدة تقوي الآخر. أوكي، synergy يعني عندهم the same effect. مثلا هسا هاي عندكم انطاكم مثال على synergy activated T helper cell for that interleukin 4 من صار لها activation و interleukin 5 وين راحوا يشتغلوا؟ راحوا يشتغلوا على target cell اللي هي ال B cell. ايش حفزوا لي؟ حفزوا لي شيء كلاس سويتشنج يسموها 2IGE. هسه راح تعرفون طلاب البي سي ال هي شنو البي سي ال، ان شاء الله نشرحها. تتحول الى شيء اسمه بلازما سيل. هاي البلازما سيل تفرز لي شيء اسمه انتي بودي. هنعرف هذا السلاح الانتي بودي اللي اخذته بالاول همين بالفسجه. هذا الانتي بودي عندي عده انواع منه، كلاسات اي جي جي اي جي ام اي جي اي جي اي وهكذا. عندكم عده انواع من IgD، كل هذني أنواع منه، كل واحد يؤدي وظيفة معينة، أوكي، وعنده شكل خاص به، أوكي، ويزيد بحالات معينة، مثل إحنا نعرف إنه مثلاً IgE يزيد بحالات مثلاً البارستيك إنفكشن وهكذا، يعني نعرف الـ IgM بالأكيوت إنفكشن أشوفه أكثر، IgG أشوفه بالكرونيك إنفكشن. هاي كلها أنتوا دارسيها المفروض الأنتيبادي بالفصلجة، بس إن شاء الله سرح نرجع نفصلها إحنا وندرسها بالتفصيل بالمحاضرات اللي جاية. بس هسه كفكرة، فمن يقولكم induce class switching to IgE يعني خلي الخلية تقوم تفرز لي سوها switching بدل يعني تفرز لي IgE، أوكي، بدل IgM Ig يعني الكلاس مالته يغيره، أوكي، فهي تسمى class switching، يعني حول من antibody لantibody، إنه بدل ما يفرز IgM يقوم يفرز IgG، بدل ما يفرز وهكذا. زين، فهنا إذا مثلا Ig تي هالبر سيل صار لها activation وقامت تفرز لي interleukins، هاي انترلوكينز تروح تشتغل على التارجت سيل اللي هي مثلا البي سي ال. فمن راح تلقت البي سي ال على ريسبتورات خاصه سوت لها انديوس كلاس سويتشينج تو اي جي اي، هاي يسموها سينرجي، يعني اثنين يشتغلون سوا، اوكي، وادوا لي وظيفه معينه. الانتاغونيزم لا، وحده تعاكس شغل الاخ، يعني واحد ضد الاخ. مثلا عندي اكتيفيتد تي هيلبر سيل مثلا فرزت لي انترلوكين 4 وانترفيرون جاما، هاي يسموه انترفيرون جاما، هاد ايضا سيتوكينز، اوكي، بس شنو هنا؟ واحد معاكس شغل الاخ، يعني شوف هنا مو على ريسبتر، هنا هذا انترفيرون جاما راح قفل لي الريسبتر اللي تشتغل عليه الانترلوكين 4، يعني منعها من شغلها. فهذا يسموه انتاغونيزم، تعاكس الشغل مالتهم وليس سينرجي. سينرجي يعني واحد يقوي الاخ، والانتاغونيزم يعني واحد ضد الاخ. فمن صار واحد ضد الاخ صار بلوك بالكلاس سويتش تو اي جي اي اللي انديوس باي انترلوكين 4، هاي يسموه انتاغونيزم، يعني واحد عاكس شغل الاخ. زين، هاي هنا ندي اشوفكم شلون يصير
كاسكيد مال الاندكشن، واحد يحفز الاخ. مثلا عندي هنا تلاحظون صار عندي اكتيفيتد تي هيلبر سيل، هاي تي هيلبر سيل ما صار لها اكتيفيشن قامت تفرز لي شيء اسمه انترفيرون جاما. احنا نعرف انه كل خليه ممكن تفرز ديفرنت تايب اوف سايتوكينز، اوكي حسب الحاجه يعني، اوكي تفرز مجموعه من السايتوكين وكل سايتوكين راح يشتغل على شيء. هسه مثلا انتم شفتوا الامثله اللي نعطيها تي هيلبر سيل ممكن فرزت لي انترلوكين 2 5 4، انترفيرون جاما فرزت لي كلش مجموعه هواي، وكل تايب من هذا السايتوكين راح يشتغل على سيل، وكل سيل تنطيني ريسبونس مختلف وهكذا. هاي كلها تفيدني تنظم لي الاميون سيستم وتساعدني انه تخلصني من المايكرو اورجانزم، يعني خليه تساعد خليه. بس شلون يتواصلن؟ يتواصلن عن طريق هاي السايتوكينز. بس مثلا تي هيلبر سيل ممكن من صارت اكتيفيشن ايضا فرزت لي واحد من انواع السايتوكين راح تفرزهم شيء اسمه انترفيرون جاما. انترفيرون جاما يروح يشتغل على وين؟ على المايكروفاج. المايكروفاج وهي ترى بالاساس الاكتيفيشن هي اصلا حفزت المايكروفاج، حفزت تي هيلبر سيل خلتها تفرز انترفيرون جاما، والانترفيرون جاما يرجع يروح يشتغل على المايكروفاج اللي هو نفسه اللي اصلا حفزت تي هيلبر سيل. مايكروفاج شو يسوي؟ هم يفرز سايتوكينز شيء اسمه سايتوكين 12. سايتوكين 12 شو يسوي؟ يرجع يحفز الاكتيفيشن تي هيلبر سيل، يعني وحده تحفز الاخ. مايكروفاج حفزت مجموعه من تي هيلبر سيل، تي هيلبر سيل راح تحفزت اذر مايكروفاج، وبعدين المايكروفاج هم رجعت هاي اللي تحفزت فرزت انترلوكين 12، وانترلوكين 12 حفز انذر تي هيلبر سيل، وهكذا يعني واحد يحفز الاخ. اوكي فرجعت الاكتيفيتد تي هيلبر سيل تحفزت مجموعه الاخ، راح تفرز لي ترجع انترفيرون جاما انترلوكين 2 اند اذر سايتوكينز، وهكذا يعني خليه اكتف خليه. اوكي زين، هنا بدي اقول لكم السايتوكينز يعني الاكشن مالته هسه اذا اخذتوها بالهرمونز، يعني اذا تذكروها او لا، انه الافكت مالته شلون راح يكون. اما اوتوكراين يعني خليه تفرز سايتوكين، مثلا فرزت انترلوكين 12 مثلا كمثال، هذا انترلوكين 12 عنده ريسبتر على نفس السيل للانترلوكين 12، فوين راح يروح يشتغل؟ راح يروح يشتغل على نفس الخليه، يعني هو لقى ريسبتر هاي يسموها اوتوكراين، اوتو هي ذاتيه يعني حفزت نفسها، فرزت الانترلوكين، الانترلوكين لقى ريسبتر مالته على نفس الخليه فراح يشتغل على نفس الخليه وادى وظيفه معينه وهكذا، يعني هي حفزت يعني اشتغل على نفسها. باراكراين اكشن مجاور، بارا يعني مجاور، فلقيت الريسبتر موجود على سيال مجاورة لها فيسموها باراكراين اكشن. اندوكراين، اندو يعني بعيد، هذا بعد يروح لازم للدم ويروح الخلية بعيدة ويؤدي الوظيفة اللي درستوها. كل الهرمونات اللي درستوها بالاندوكراين هي هاي تكون الفانكشن مالتها انه يحتاج الهرمونز او السيتوكين انه يصير سيركوليشن بالبلاد، وبعدين يروح الخلية بعيدة يؤدي الاكشن مالته. اوكي فهي يسموها اندوكراين. اوكي بارا مجاور، اوتو ذاتي، والاندو بعيد. زين هسا cells that make cytokines and their function. A variety of cells are capable of making cytokines، يعني مجموعه كلش كبيره مثل ما قلت لكم من الخلايا تقدر يعني تكون cytokines من يصير لها activation. بس ال biggest producer يعني اكثر خلايا تفرز سايتوكينز هي المايكروفاج والتي هيلبر سيل. مايكروفاج والتي هيلبر سيل وهو يفيدني بعدة وظائف، احنا قلنا يعني وظيفته ما تنحصر على وظيفة واحدة، لا ممكن يؤدي عدة وظائف، مثلا الهيماتوبويتس يعني يفيدني ممكن بتكوين الخلايا، خلايا الدم، يفيدني بالادابتيف اميونيتي، راح نعرف يعني التواصل بالادابتيف اميونيتي كلش تحتاج سايتوكين، النيت اميونيتي، بالانفلاميشن، كلها هاي تفيدني سايتوكينز، يعني ادوا لي وظائف متعدده كل شوي. اوكي زين هسه راح نجي الجنرال فانكشن مالتها. الجنرال يعني ميديتر اوف ناتشورال انيت اميونيتي، يعني تفيدني بالانيت اميونيتي، احنا قلنا هي بالهيماتوبويسيس تفيدني بالانيت اميونيتي، بالادابتيف، بالانفلاميشن. هسه راح نجي ندرس بالانيت اميونيتي. النيت اميونيتي او الناتشرال اميونيتي احنا نعرف انه هي منو كان الابطال مالتها، قلنا هي المونو نيوكليير فاجوسايت، اوكي المونوسايت، المايكروفاج وهكذا. زين فاكيد منو راح يفرزهم؟ هم الخلايا اللي هي مسؤوله بالنيت اميونيتي، فهي راح تفرزهم،
response to infectious agent، يعني من تشوف انه صار عندي اكو infectious infection او اي شيء دخل جسم فانت تتخلص من عنده، راح يصير لها activation لهاي الخلية، وبالتالي حتى تنادي على بقية الخلايا وتشغل الانيت immune system راح تبدي تفرز سايتوكين كهي signaling لنا حتى تحرك بقية الـ immune system. زين، فوين راح يروح يشتغل؟ مثلا act on endothelial cell، تروح مثلا هاي السيتوكين تروح تشتغل على الاندوثيليال سيل. من اشتغلت على الاندوثيليال سيل راح تسوي لي تحفز لي production of adhesion molecules for B cell and T cell to bind to and or leukocyte activation. يعني تخلي الاندوثيليال سيل، انا مثلا عندي هنا اندوثيليا مثلا مبطنة الاوعية الدموية، هاي ريسبترات خاصة راح يجيهن السيتوكين مع الخلية الانيت اميونيتي، من شافت اكو انفكشن ايش راح تسوي؟ راح تبدي تدز اشارات. اوكي، تبروها شلون مثلا هيجي انه حرب، هذا مثلا صار اللي قاعد وراح يخبر البقيه وكلهم يجون. اوكي، فهي نفس الشيء انه راح توصل اشارات، يا ترى انا اجي عندي عدو اريد اتخلص من عنده. فالمونوس هاي تبدي تفرز، تبدي تفرز انترليوكينز، انترليوكينز راح يلقى ريسبترات خاصه اللي موجوده على الاندوثيليال سيل، فمن اشتغل عليهن انطاهن سيجنال ايش راح يسوي هاي الاندوثيليال سيل، وصلتها اشاره من هالخلية عن طريق السيتوكين، راح تبدي تكون adhesion molecule، فد molecule معينة على السطح مالتها يسموها adhesion molecule. هاي شو تفيد؟ تفيد حتى تلزق عليها ال T وال B cell، أوكي، or يعني another type of leukocyte، أوكي. وأيضا تفيدني بالactivation of other leukocyte، يعني هاي interleukin انفرزتها راح تسوي لي adhesion molecule وتفيدني تخلي ال T helper cell وال B cell تلزق على endothelial وتفيدني حتى يعني تساعدني اتخلص من الاورجانيزم، وايضا كذلك الاكتيفيشن اوف انذر ليوكوسايت. زين، شنو المين يعني سايتوكينز اللي هي تنفرز بالانيت اميونيتي؟ هو تيومر نيكروسيس فاكتور، وعنده وظيفه كوز اندوثيليال سيل تو برودوس ادهيجن مولكيول فور ليمفوسايت اند سكريت كيمو كاينز جايد ليوكوسايت تو ذا سايت اوف انفلاميشن. كيمو تاكتيك، يعني التيومر، يعني هاي الاشارات اللي راح تفرزها النيت اميون سيل اللي هم هسه راح يعدل لكم اياهن. اول وحده هي تيومر نيكروس فاكتور، اوكي، وبعدين قلنا الانترلوكين 7 و6 و8 وانترفيرون جاما، اوكي. اذا يعني ذا مين يعني اليوكو سايتوكين تنفرز بالنيت اميونيتي، منو تفرزها؟ قلنا الخلايا النيت اميونيتي هي المونوسايت. زين، فالتيومر نيكروسيس فاكتور وظيفته هو شنو؟ قلنا يسوي لي اندوثيليال سيل، يحفز لي اندوثيليال حتى تعطيني ادهيجن مولكيول، حتى قلنا الليمفوسايت تلزق على الاندوثيليال وتفيدني حتى تخليني اتخلص من المايكرو اورجانيزم. واضافه تحفز هاي الخلايا الليمفوسايت تفرز لي شيء اسمه كيموكاينز. كيموكاينز يعني هي حتى جايد اليوكوسايت تو ذا سايت اوف انفلاميشن، يعني كيموتاكسيس يعني تصيح بقيه الخلايا، اوكي، فتفيدني حتى تدلل بقيه الخلايا على السايت مال انفكشن وتخليهم يلزقون على الاندوثيليال سيل. هاي اول وظيفه للتيومر نيكروسيس فاكتور. ثاني وظيفه هي كوز فيفر، تسبب لي فيفر، يعني هذا التيومر نيكروسيس فاكتور تسبب فيفر، واحنا قلنا الفيفر مهمه بالانفلاميشن، يعني تفيدني اتخلص من المايكرو اورجانيزم، لان المايكرو اورجانيزم ما تعيش من ترتفع درجه الحراره تموت، ما تتحمل الحراره، اوكي. فهاي الفيفر احنا تصير بجسمنا من يصير عندنا انفكشن، هي مفيده انه حتى تخلصنا من المايكرو اورجانيزم، هي يعني وسيله من وسائل الدفاع الاميون سيستم للجسم، اوكي. فلذلك يعني هاي اللي هو من وين راح يسبب لي؟ هيومن نيكروسيس فاكتور هو سايتوكين فور ذا المونوسايت، اوكي. هاي اول يعني سايتوكين بالانيت اميونيتي. الاخ قلنا انترليوكين 7 تقريبا نفس الفانكشن مال هيومن نيكروسيس فاكتور، انترليوكين 6، انترليوكين 8، وايضا عندكم انترفيرون جاما cause activation of macrophage. احنا مستعدر شوفتكم اياها، يعني حفزي المايكروفاج. زين، المايكروفاج ايضا هي عضو مهم قلنا بالانيت اميون سيستم، فهاي تعرفوها السيتوكينز وشنو وظيفة تيومر نيكروسيس فاكتور، اوكي. هاي للانيت اميونيتي، ومنو يفرزهم؟ يفرزهم قلنا المونو نيوكليار فوغوسايت، لان هم يعني خلايا سيال مال انيت اميونيتي. هاي اول شيء. ثاني شغله راح نجي يعني هسه هاي درسنا الميدييتر اوف ناتشرال انيت اميونيتي، هسه راح ندرس الميدييتر اند ريجوليشن اوف ادابتيف اميونيتي.
زين قلنا هي produced mainly by T lymphocyte، لأن هي شنو منو قلنا يا خلايا هي وخلايا adaptive immune شنو هي T lymphocyte مو والبي بس mainly قلنا هي من تفرزها أكثر شيء T lymphocyte a response to specific regulation of antigen. Okay. Act on lymphocyte to induce growth differentiation during activation phase. A T cell dependent immune response. Also act on effector cells such as mononuclear phagocyte, neutrophil, eosinophil. يعني ممكن هي هاي T lymphocyte حفزتها ال يعني حفزتها مثل ما قلنا ذكرنا حفزتها خلايا أو السيتوكين فرزتها ال innate immunity. فعلى أساسها راح تبدي الأدابتيف إميون سيستم عن طريق الأكتيفيشن أوف تي لينفوسايت. أوكي نحن قلنا أكو رابط بين إنيت والأدابتيف، يعني إنيت إميون سيستم الخلايا ما تفرزت لي سايتوكينز، هاي السايتوكينز بعض منها راح تحفزت لي التي لينفوسايت، تي لينفوسايت راح ترجع تفرز سايتوكين، والسايتوكين أيضا تشتغل ممكن على أنذر سيل، على الخلايا البقية مال لينفوسايت تحفز أذر سيل، تحفز البي سيل، وايضا ممكن تروح تحفز لي الخلايا الانيت اميونيتي بقيه الخلايا ترجع تشتغل عليهم نفسهم، ترجع تشتغل على المايكروفاج على الايوزينوفيل وهكذا مونونيوكلير فاجوسايت نيتروفيل. اوكي ترجع تشتغل عليهم وتحفزهم، يعني ترجع تشتغل على خلايا الانيت اميون سيستم وهكذا، يعني وحده تحفز الاخ. فممكن تروح تشتغل قلنا احنا على هاي السيتوكين ممكن مال تي لينفوسايت، ممكن تروح تشتغل على انذر لينفوسايت وتحفزها، أو تروح على الإفكتر سيل هي الخلايا اللي حفزت تي لينفوسايت ترجع هي تشتغل عليهم نفسهم وتحفزهم. زين الشغل مالتها قلنا شلون راح يكون. هسه احنا عرفنا الانيت اميونيتي وعرفنا هم شنو الشغل مالتهم ومنو تفرسهم، هاي اول شيء. التي لينفوسايت الادابتيف اميون عرفناهم هي من تفرزهم مين اللي هي تي لينفوسايت. هسه راح نجي نعرف الاكشن مالتهم شنو. عندنا هي تنقسم الى تو تايب، يعني divided into two، يعني الافكت مال سايتوكين مال ادابتيف اميون سيستم راح يروح يشتغل على اما شيء اسمه سايتوتوكسيك ريسبونس اور اكتيفيتر اوف هيومورال ريسبونس، يعني يروح يشتغل على السايتوتوكسيك سيل يخلي يحفز السايتوتوكسيك اور هيومورال، يعني اما يخلي هاي المايكرو اورجانيزم ينقتل عن طريق السيتوتوكسيك هسه نعرف شلون. اوكي او هيومرال يعني عن طريق انتاج الانتيبودي، هيك شغله راح يكون. فاما تروح هاي السيتوكينز مال تي لينفوسايت تروح اندكشن اوف ماكروفاج سيتوتوكسيك تي سيل اور ناتشرال كيلر سيل اكتيفيشن، يعني تروح تشغل لي المايكروفاج ترجع تحفزها والسيتوتوكسيك تي سيل والناتشرال كيلر سيل تروح تحفزها، واحنا عرفنا الناتشرال كيلر سيل شلون تقتل الخلايا في المحاضرات اللي قبلها، فتروح تشغلها وعلى هاي الاساس تروح تقدر تتخلص لي من المايكرو اورجانزم عن طريق المايكروفاج والسيتوتوكسيك تي سيل والناتشرال كيلر سيل. هسه راح نعرف تقسيمات التي سيل من هم المين ممبرز اوف هاي الجروب، يعني تحفز لي سيتوتوكسيك ريسبونس. اوكي هي انتر ليوكين 2 انتر ليوكين 3 وتيومر انترفيرون جاما اللمفا توكسين، هذول السيتوكينز اللي يروحون يشتغلون طلب على الدخول. احنا نعرف انه الادابتيف اميون سيستم هو عنده تو ريسبونس، اما يعني من يريد يتخلص من المايكرو اورجانزم اما عن طريق السيل شيء يسموه سيتوتوكسيك تي سيل، يعني هي الخليه تروح تقتله تتخلص منه، يعني لينفوسايت تفرز مواد سيتوتوكسيك وتتخلص من عنده، او لا عن طريق حاربه بالهيومورال يعني حاربه بالانتيبودي اللي هي من تفرزت بي سيل. احنا نعرف لان الادابتيف اميون هي مسؤوله عن البي سيل والتي سيل، فمرات اني استفاد من التي سيل هي تخلصني من المايكرو اورجانزم سايتوتوكسيك تي سيل، او مرات لا اروح للبي سيل تفرز لي انتيبودي وتتخلصني من المايكرو اورجانزم. زين الاكتيفيشن مالتين راح يكون عن طريق السايتوكينز، فهاي السايتوكينز اكو جزء منها تروح تحفز لي السايتوتوكسيك ريسبونس واكو منها تحفز لي الهيومن ريسبونس. اوكي احنا نعرف adaptive immune system عنده two response. اوكي زين فهس احنا دا نحكي على ال activator of cytotoxic response. ف cytotoxic response يعني هاي الانترليوكينات راح تروح تحفز المايكروفاج وتحفز cytotoxic T cell وتحفز natural killer cell اللي هما منو الانترليوكين 2 و 3 والانترفيرون جاما واللمفوتوكسين.
زين انترليو كين تو كوز اكسبونينشال بروليفريشن اوف تي سيل افتر ريكوجنيشن اوف انتيجين. يعني انترليو كين تو منو راح يشتغل على تي هيلبر سيل سايتوتوكسيك تي سيل يخليها اكسبونينشال, يخليها بروليفريشن, يخليها كلش تتكاثر بكميه سريعه حتى تخلصني من المايكرو اورجانزم. عندي شيء انترليو كين 3 انترفيرون جاما نفس الافكت مال انترليو كين 2, واللوفوتوكسين هو مثل الافكت مال تيومر نكروسس فاكتور اللي هو لينك بين تي سيل اكتيفيشن اند انفلاميشن, عنده وايد افكت من التيومر نكروتيك فاكتور. هسه هاي اشتغلت على بارت. اكو لا اكو انترليوكين تروح تحفزني الهيومر ريسبونس, يعني ما اريد سايتوتوكسيك ريسبونس, اريد هيومر ريسبونس. الهيومر ريسبونس اندكشن اوف بي سي ال اكتيفيشن تحفزني لازم البي سي ال, لان هي مسؤوله عن الهيومرال برودكشن, هي البي سي ال تنطيني انتي بودي. اوكي فالمين ممبرز اوف ذا هايلي جروب اللي هي انترليوكين 2 انترليوكين 3 انترليوكين 4 5 6 وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا والانترفيرون جاما. اوكي هم دول تحفظهم. 2 هي produced by T cell that have similar gene effect on B cell. Interleukin 3, interleukin 4 similar same effect as interleukin 2, also cause isotype switching to IgE. يعني تحفز قلنا تغير تحول السويتشنج تسوي إلى IgE. أوكي يعني antibody طلع لي antibody IgE. Interleukin 5 cause isotype switch to IgA. يعني حفظ الفور يخلي البي سيل تفرز لي اي جي اي, الفايف لا يحفز لي تعطيني اي جي اي. اوكي هو كل واحد من انتي بدي دولي عنده وظيفه معينه حسب الاورجانزم. انت ممكن ستة كوز بي سيل ديفرنشيشن تو بلازما سيل. هنا نعرف البي سيل لازم يصير لها ديفرنشيشن للبلازما سيل, وبعدها هاي البلازما سيل هي تنطيني انتي بدي. اوكي يعني بي سيل تتحول بلازما سيل, بعدين بلازما سيل تبدي تنتج الانتي بودي. ترانسفورمينج جروث بيتا كوز ايزوتايب سويتش تو اي جي اي. هسه عندكم اثنين سايتوكينز من اشتغلت على البلازما سيل او على البي سيل انطتني ايزوتايب سويتشينج للاي جي اي اللي هي 5 والترانسفورمينج جروث فاكتور بي بيتا, هاي تحفظوها. اوكي واللي سوت لي ايزوتايب سويتشينج للاي جي اي هي انترليكين 4, والانترليكين 6 لا حولت لي البي سيل الى البلازما سيل. الانترفيرون جاما سوالي ايزوتايب سويتشينج تو اي جي اي اي العفو اي جي جي. اوكي فتحفظوها منو اللي يسوي اي جي اي, من يحفز يعطيني اي جي جي, ومن يعطيني اي جي اي, ومن يحولها للبلازما سيل. هو الستة. زين هسه طلاب خلصنا اول شغلتين, يعني خلصنا احنا هسه كل اذا تذكرون من درسنا قلنا كتقسيم قلنا انه السيتوكينز عندها عده وظائف, تفيدني بالادابتيف اميون سيستم وتفيدني بالانيت اميون سيستم, تفيدني بالانفلاميشن وتفيدني بالهيماتوبويسيس. بالانيت اميونيتي عرفنا من تفرز هيا سيل وشنو السيتوكين بالانيت اميونيتي وشنو وظيفتهم. بعدين اخذنا على الادابتيف اميون سيستم, ادابتيف اميون سيستم ايضا عرفنا من تفرسهم هي تي سيل اغلب شيء وشنو وظيفتهم, اما يروحون يحفزوا لي السيتوتوكسيك ريسبونس او يحفزوا لي الهيومورال ريسبونس. اذا يردون يحفزوا لي السيتوتوكسيك ريسبونس لازم يروحون يشتغلون على تي سيل اوكي والناتشرال كيلر سيل المايكروفاج حتى تخلصني. اوكي بس اذا يردون يشتغلون هيومورال, كلمه هيومورال يعني يحفزون الانتي بودي, لازم يروحون يشتغلون على البي سيل. وايضا عرفنا كل نوع من انواع سايتوكين بالهيومرال وسايتوتوكسيك ريسبونس. اوكي هسه شرح نجي ناخذ, راح نجي ناخذ البالت يعني الوظيفه الثالثه اكتيفيشن اوف انفلاماتوري سيل اللي هو اكثر شيء تايب 2 انترفيرون جاما, هو هذا اكثر شيء ممكن يعني يساعدني بالانفلاميشن كميديتر مهم بالانفلاميشن. زين الافكت الاخ الرابع وظيفه قلنا ستيميليتر اوف هيماتوبويسيس produced by bone marrow stroma cell and leukocyte to stimulate the growth and differentiation of immature leukocyte. يعني احنا هيماتوبويسيس هي عملية تصنيع كريات الدم, وين قلنا احنا نعرف اغلبها هي بالبون مارو, بالكبار تصير بالبون مارو. زين ايش عندي انا بالبون مارو, هو عندي stem cell stroma cell اوكي يعني خلايا بعتها
اوكي ما يعني ما صار بيها ديفرنشيشن زين، فهي هاي تفرز هذه الانترليوكينز. وايضا ليوكوسايت ممكن ايضا تفرز الليوكوسايت الموجوده بالبولمرو استيميليت شنو لازم تساعدني انه تحفز لي الجروث والديفرنشيشن اوف اماتشور ليوكوسايت الموجوده بالبولمرو. من المهم هاي السيتوكين راح تنفرز انترليوكين 3 انترليوكين 7 ستروما سيل فاكتور وغرانيلوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور. هاي سي اس اف معناها كولوني ستيميليتنج فاكتور. والجي ايضا يسموها غرانيلوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور. فهاي كلها هاي سيتوكينز تفرزها الخلايا الموجودة بالبون مرو اللي هي قلناها الستروما سيل واليوكوسايت، تفيدني حتى تحفز لي الجروث والماتوريشن ديفرنشيشن مال السيل الموجودة بالبون مرو. اللي هو انترلوكين 3 قلنا كوز اندكشن اوف اول برنسبل هيماتوسايت. اوكي يعني انترلوكين 3 يحفز يكون كل الخلايا المهمة، يعني بدي يسوي لها اندكشن اوف اول برنسبل هيماتوسايت كل الخلايا المهمة بالكرات يعني بالدم، خلايا الدم المهمة كلها يحفز الاندكشن مالتها يسوي لها اندكشن للجروث. اوكي انترلوكين 7 لا يسوي الاندكشن اوف بي انتي لمفوسايت، يعني 63 كلش مهم. عفوا انترلوكين 3 انترلوكين 7 قلنا لا يحفز لي الاندكشن مال بي والتي لمفوسايت يعني جروث. سترومال سيل فاكتور اللي هي اندكشن اوف اول برنسبل ايضا هيماتوسايت يحفز لي كل ايضا نفس وظيفته 3. جي ام جرانيولوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور و عندكم المونوسايت يعني هاي يحفز الجرانيولوسايت والمونوسايت، والام يحفز المونوسايت والجي يحفز الجرانيولوسايت. اوكي فهاي يعني تحاولوا تعرفون انه عندي مجموعه من اليوكو يعني انترسايتوكينز موجوده بالبون مرو ساعدني حتى تحفز لي نمو الدفرنشيشن مال الخلايا داخل البون مرو. هاي رابع وظيفه ذكرناها. هاي طلاب الانفلاميشن شنو راح يصير؟ مثلا عندي اني انفلاميشن يا طلاب هاي الصور كلها دي اشرح لكم يبين لكم شلون دي يصير ديفرنشيشن للبون مرو سيل. يعني تشوفون من انه هي ستيم سيل كانت يعني بعدها خلايا ابد ما صار لها اي ديفرنشيشن الى ان بدت يعني سيتوكين اللي تنفرز بدت تحفزها وتحولها الى انذر تايب يعني من السيل حسب اني ايش افرز يا سيتوكين حيحولها الى نوع معين من السيلز. وكيف ممكن هاي تحولها الى انواع معينه من الليمفوسايت مثل انترليوكين 6 راح اشتغل وانطاني ايوزينوفيل انترليوكين، وهكذا تلاحظون كل وحده تشتغل على تايب معين تحول الى تايب معين من السيل. زين احنا بدي اقول لكم سايتوكين ار نون سبيسيفيك، هو مو سبيسيفيك بس هاو داز اميون سبيسيفيتي فيتس وذ نون سبيسيفيك سايتوكينز. يعني انا ممكن احنا نعرف انه سايتوكينز الواحد ممكن يشتغل على عده سيل. زين شلون يعني الاميون سيستم راح يميز انه هسه لازم يروح يشغل تي سيل بدل ما يشغل المايكروفاج وهكذا، رغم انه السيتوكين هذا عنده ريسبتر على مثلا مايكروفاج وعنده ريسبتر على تي سيل وعنده ريسبتر مثلا على اذر تايبس من السيلز، بس شنو راح يخليه مثلا يشغل بس التي سيل هسه او مثلا يروح يشتغل بس على المايكروفاج رغم هو مو سبيسيفيك؟ عندي ثلاث اجابات. او انسر 1 ريسبتر expressed on the antigen activated cells عن طريق الريسبتر، يعني ممكن يعني هو قلنا احنا نون سبيسيفيك ممكن يشتغل على اي خليه بس هو ممكن يلقى ريسبتر مالته مثلا موجود بس بالتي سيل فيروح يشتغل على التي سيل بس. اوكي ما يلقى ريسبتر مثلا موجود another type من السيلز لذلك راح يضطر يشتغل بس على التي سيل. ثاني شيء close proximity to cytokine secreted cell، يعني هاي السيال من فرز السيتوكين راح تروح تشتغل على عادة السيال تكون قريبة من يمها كلش، لذلك ما تروح تشتغل على خلايا بعيدة ونون يعني فتروح تشتغل على خلية الخطأ، فدائما تكون خلية راح تشتغل عليها تكون قريبة من يمها. مثلا for example مثلا خلية تفرز سيتوكين راح يشتغل على الانتيجين بريزنتك سيال تي هيلبر سيال. زين لان هي سيتوكين كونستريشن ار هايلي لوكالي ويكون كلش لوكال، يعني اضافة ان هي قريبة ويكون لوكال قريب عليها. زين فيصير انتراكشن بين هاي تو سيل واحدة قريبة على الاخ، واضافة هو شورت هالف لايف يعني هو حتى لو ما راح يقدر يمشي مسافات طويلة لان هو عمر ما تقصر كلش، ف
فراح اكيد يكون شغله كلش قريب على المجاورات الى الخلايا، فيكون سبيسيفيك على الخلايا القريبه منه. اوكي، فهاي الاشياء ثلاث نقاط هي اللي تخليه يصير سبيسيفيك، رغم هو نون سبيسيفيك، بس خليه يشتغل على الخليه الصح، انه هو يكون عنده ريسبتر عليها. ثاني شغله يكون قريبه من يمه، وهو عمره قليل، فلذلك ما راح يلحق يشتغل على يعني خلايا اخرى. اوكي، راح يشتغل بس على الخليه القريبه من عنده، واللي انا احتاج اسوي لها اكتيفيشن. زين، هاي هنا السيتوكين ريسبتر، هنا انواع، هو كلاس 2 كلاس 5 يعني ميجر تايب اميونوجلوبولينيت سوبر فاميلي، هيماتوبويتي ريسبتر، انترفيرون ريسبتر، تيومر نكروتيك فاكتور ريسبتر، كيموكاين ريسبتر فاميلي. هاي الانواع مال السيل ريسبتر الموجود على الخليه اللي راح يشتغل عليها السيتوكين. هاي الفاميليز الانواع مالته تايبات يعني، والكلاس مالته ممكن مالتي ميريك ابون ريسبتر انجيجمنت تايروسين فوسفوريليشن. هاي شنو طلابها يعني شلون يشتغل هاي الكلاسات يعني طريقه العمل مالته. اوكي، فيعني تحفظوها، يعني كل ريسبتر هو عنده تركيب خاص بيه، فممكن يكون مالتي ميريك، ممكن يكون تايروسين فوسفوريليشن، وهكذا يعني مرتبطه بالتايروسين اللي يصير له فوسفوريليشن يلا يشتغل، وهكذا كتركيب. ميجر تيوم هذولي المالتي ميريك ريسبتر بون ريسبتر انجيجمنت، يعني ان هو يكون مالتي ميريك عده وحدات بيه ومرتبط بيه تايروس، يعني بس طريقه تشغيله لازم يصير عنده تايروسين فوسفوريليشن. اوكي، يعني هاي تايب من شغل الريسبتر، يعني تو دارتين الريسبترات شلون تشتغل. اوكي، واشكالها شلون، فهو هذا يكون يعني الموست تايب يكونوا بهذا الشكل مالتي ميريك، ويكونون تايروسين فوسفوريليشن تايب يعني. زين، هسه راح نجي نعرف شلون ريجوليشن اوف سايتوكينز، شلون يعني اني اريد اوقف شغل السايتوكينز، انا مثلا ما اريد هاي الخليه مثلا بانواع معينه من الامراض ما اريدها تشتغل، هاي الخليه ما اريدها يصير لها اكتيفيشن حتى اوقفها عن الشغل مالتها. اوكي، فلازم اسوي انهبيشن للسايتوكين راح يحفزها انه يصير لها بروليفريشن او يسوي لها ديفرنشيشن. فشلون اقدر ممكن اوقف هاي الخليه ما اريدها يصير لها تكاثر؟ مثلا اجيب انتي بودي، تلاحظون هنا ممكن اجيب انتي بودي للريسبتر، هذا الانتي بودي يروح وين يرتبط؟ يرتبط على الريسبتر الموجود اللي خاص مثلا بالانترليوكين 2. مو احنا قلنا هذا الريسبتر مثلا موجود بالتي سيل فيشتغل عليه انترليوكين 2 ويسوي لها بروليفريشن، انا ما اريد هالخليه يسوي لها بروليفريشن، فشو اجيب؟ اجيب انتي بودي معين يصنعوه ويروحون هذا الانتي بودي من وين راح يشتغل؟ يروح يرتبط بالدنيا، يعتبرهن كانتيجين يرتبط بهن، فبالتالي راح تمنع شغل الانترليوكين على هذا الريسبتر. ليش؟ لأن ارتبط بين انتي بودي، بعد ما راح يقدر يشتغل الانترليوكين على الريسبتر مالته. او اجيب ماده تشبه الانترليوكين، انترليوكين انالوكس يعني تشبهه بس ما تؤدي وظيفه، يعني بس تقعد على الريسبتر تسوي الاكيوبيشن يعني ترتبط بيه، وبعد ما تخلي الاكشن مال الانترليوكين 2 يشتغل عليه. اوكي، يعني بس تحت المكانها، بس هي ما راح تؤدي وظيفه، يعني بس كشكل يسوي لي يسد الريسبتر حتى ما يخليه انترليوكين 2 يشتغل عليه. او اجيب توكسين كونجيجيتد ممكن يرتبط ويا الانترليوكين 2، يروح يرتبط بيه. اوكي، ومن يجي يشتغل عليه هنا راح يقتل الخليه يتخلص منها. فهي ثلاث طرق ممكن، طريقه اللي اخلي انه اوقف شغل الانترليوكين على السيال. اوكي، وهاي هنا منطقه الثربي الادويه اللي احنا نصنعها حتى نوقف شغل الانترليوكين على السيال، حتى ما اخليها تحفز لي هالخليه وما اريد يصير عندي انفلاميشن. اوكي، لان احنا قلنا امراض يعني معينه انا ما اريد انفلاميشن بها. اوكي، لان تكون كرونيك وتاذي المريض، بالتالي تاذي الجسم مالته، فاني اريد اوقفها، هاي حد منعتها هاي الانفلاميشن، فانطي هاي الادويه حتى ما تحفز للسيلز وما تطلع لي ميدياتر وما تأذي الجسم. اوكي، او مرات اوتو اميون ديزيز، قلنا مرات هو الجسم يحارب الانتيجين الموجودة بجسمي، يعني بروتينات موجودة بجسمي يعتبرهن كانتيجين، فاني هاي الشي بروسس راح تصير كلش طويلة يعني ويحطم للجسم، فانا شو اسوي؟ انطي هاي الادوية حتى توقف هذا الشي وما تخلي الجسم يحارب البروتينات مالتي ويأذي الجسم، فانطيهم مواد ضد الانترليوكينز اللي عندي حتى ما تحفز خلايا الاميون. فهاي نعطيكم امثله هنا، ما اعرف اذا مطلوبه منكم تحفظوها او لا.
سألوا دكتور إذا مطلوبة منكم أو لا.